مساء الخير. حتى لو ترفعت إلى أعلى الرتب في خدمة بيت الأسد لابد أن يأتي يوم ويتخلص منك إذا ما برز اسمك قليلا أو تعظم دورك. هذا ما بات يحصل مع سهيل الحسن، فبعد أن كان مسيطرا على سوق التهريب في لاذقية وطرطوس، وبعد أن امتلك أكثر من 50 سيارة فان لتوزيع المهربات على المحلات التجارية، اليوم تختفي هذه السيارات من الأسواق لأنها أصبحت ملاحقة من قبل أفرع ميليشيا أسد الأمنية، بينما تبقى الحافلات والمحلات المدعومة من بيت الأسد ومخلوف وشاليش وغيرها من الأسماء التشبيهية. فهل بلغ سهيل الحسن مكانه في الساحل السوري تخيف بشار الأسد وأفرع أمنه؟ وهل بات لزاما التخلص منه بعدما تخلصوا من كثير من الضباط قبله بما فيهم آصف شوكت زوج الشقيقة بشرى نفسه؟ في محورنا 12 ملايين دولار تدفعها الخارجية الأمريكية لمن يدلي بمعلومات تتضمن مصادر دخل ميليشيا حزب الله أو آليات التيسير المالي الرئيسية له، وكذلك الجهات المانحة الرئيسية للحزب. واعتبر بيان الخارجية أن حزب الله منظمة إرهابية مقرها لبنان تتلقى الأسلحة والتدريب والتمويل من إيران، والتي تعتبرها الولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب. فهل تجهل الولايات المتحدة طرق وشبكات تمويل حزب الله التي باتت معروفة للعلن، أم تهدف إلى مزيد من الضغط فقط على الحزب دون قطع رأسه؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. كشف موقع المدن عن اختفاء 50 سيارة لقائد ميليشيا النمر سهيل الحسن من الساحل السوري بعد ملاحقة مخابرات أسد لأنشطة الحسن في مجال التهريب وتوزيع المواد المهربة، فيما أرجع محللون تلك الخطوة لرغبة نظام أسد بتحجيم الحسن الذي برز اسمه خلال السنوات الماضية. نتابع التقرير ونعود للحديث. في وقت يطالب فيه نظام أسد الموالين بالتقشف والصبر على ما توصف بطوابير الإدلال، كشف موقع المدن عن منظومة فساد جديدة هذه المرة للمدعو سهيل الحسن قائد ما يعرف بميليشيا النمر المقربة من روسيا. أملاك وعقارات مختلفة يملكها الحسن إضافة لسيارات تنقل المواد المهربة في الساحل السوري دون الوقوف على الحواجز العسكرية ودفع المعلوم أسوة بباقي الموالين، غير أن مخابرات أسد لاحقت تلك السيارات وأوقفت بعضا منها، فيما تتعامى المخابرات ذاتها عن أنشطة التهريب التابعة لعائلات الأسد ومخلوف وشاليش وشعبه. وهذا حسب كثيرين رسالة واضحة المعنى قطعية الدلالة عن عمق الفساد الذي يستشري في نظام أسد وسطحية شعارات الوطن والوطنية التي يطالب من لا يجدون الوقود التغني بها. وفي حين أثارت أخبار ثروة الحسن تلك تساؤلات الموالين لا سيما في قرى الساحل الفقيرة، ثمة من رأى أن نشر تلك الأخبار أمر مقصود من نظام أسد لضرب صورة النمر الذي اعتاد الظهور بصورة القائد الذي لا تستعصي عليه معركة. فأسطول النقل وعمليات التهريب التابعة للحسن استخدمت على ما يبدو للحد من شأنه رغم عدم ملاحقته بشكل جدي حتى اللحظة. يؤكد العارفون بنظام أسد النظام الذي سطى على رقاب السوريين وجيوبهم لن يسمح باستمرار شخصيات يزعجه بروز اسمها وتداوله، بل ويصفي بعضها الآخر إن لزم الأمر. لكن في حالة الأسد والنمر تبرز رغبة الأسد بظهر الحسن الذي ذاع صيته خلال سنوات المقتلة السورية أنه حلقة في دائرة الفساد الأسدية، وهذا يبدد أنباء ألمحت أن يطرح اسم الحسن كبديل عن الأسد في أي تسوية محتملة قد تشهدها سوريا.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والخبير الأمني من برلين باسل صنيب، أهلا بك. كما ينضم إلينا الصحفي كاظم الطوقان معنا من داخل الاستوديو. مساء الخير وأهلا بكم. أبدأ معك أستاذ باسل، يعني بداية، هل بدأت قصقصة جناحات النمر أو سهيل الحسن الذي يدعى النمر عبر تطويق ميليشياته ومافياته التشبيحية والتهريبية؟ السلام عليكم ورحمة الله. أهلا فيك. تحية طيبة لكم جميعا. أحلام، بالفعل كان تقريركم دقيقا فيما في أغلب ما ذكر هذا التقرير. وبالفعل في الفترة، في الأيام الماضية، اختفت من كل من اللاذقية وطرطوس فانات التي المسمات فانات شام نوع هيونداي والتي كانت مملوكة لهذا الشخص المدعو سهيل حسن، والتي كان يقودها عادة سائقين عسكريين لا تعرف رتبهم، لديهم بطاقات أمنية وعسكرية حوالي 50 فان. كان يتم تهريب كل شيء فيها، البضائع، الأغذية، البشر، المخدرات من إلى داخل سوريا وإلى خارج سوريا. تم الإبقاء، فقد التضييق الأمني على فانات العائدة لسهيل حسن واختفت حاليا من الصورة، وتم الإبقاء على فانات بقية العائلات في القرداحة واللاذقية مثل كمثال آل الأسد وآل شعبه إلى آخره. لنحط اولا، دعيني اذا سمحت اتكلم اولا عن خلفيات موضوع ثم سنعود ونركز على المدعو سهيل حسن. لم يعد، يعني الصراع لم يعد يخفى على احد بين عصابات الاسد وميليشياته التي ولاؤها لايران، وبين القوات والميليشيات التي شكلتها روسيا وترعاها وتدعمها وتنظمها، وقد تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع سابقا. بالنسبه لنظام المجرم الاسد، فهو كما يعلم الجميع نظام مافياوي، عائله طائفه، له نهج معين، وهذا النهج لم يغيره منذ تأسيس هذا النظام واستيلاء المجرم الحافظ الأسد الأب على الحكم في سوريا. ومن ضمن هذا النهج هو عدم السماح لأي شخص بين قوسين أيا كان، ومهما بلغت قرابته من العائلة الحاكمة أو مهما بلغ ولاؤه المعلن لها، عدم السماح لأي شخص بتجاوز حجم ونفوذ معين، وعلى أن يبقى هؤلاء الأشخاص التابعين للنظام تحت سيطرة العائلة الحاكمة وتحت سقف ومستوى نفوذها، وحتى الإبقاء على مسافة كبيرة عن حدود هذه العائلة الحاكمة. والأدلة على ذلك كثيرة، من 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 الأشخاص الذين كانوا من خدم وعبيد الأسد الذين تم تصفيتهم، من مثل رستم غزالي، آصف شوكت، اللواء جامع جامع، غازي كنعان، محمود الزعبي، وغيرهم كثيرين. هؤلاء بعض أمثلة، وقد تم تصفيتهم لأسباب متعددة. فبعضهم النظام المجرم الأسد اعتبر أن انتهاء دورهم، أن دورهم انتهى ومهمتهم الإجرامية مع النظام انتهت، فقام بالتخلص منهم. بعض منهم لإخفاء الشهادات والأدلة التي يمتلكها بعضهم ضد النظام وعلى جرائمه، وبعض منهم كما في الحالة التي تحدث عنها الآن، هو عندما يشعر نظام الأسد بأن بعض مسؤوليه أو ضباطه أو مجرميه قد تجاوز الحدود التي تحدثنا عنها، وبدأوا يمتلكون من النفوذ والقوة ما يشكل من قريب أو بعيد بشكل مؤكد أو حتى شك أي خطر على بقاء العائلة أو العصابة الحاكم الأسدي. نعم. بالنسبة لظاهرة، اسمحي لي أسميه برأيي أنا، المهرج الأحمق سهيل حسن أو النمر الوردي كما يدعوه الأحرار السوريين الأحرار في سوريا، فقط تضخيم حجمه ودعمه بالنفوذ وتصديره وإبرازه إعلاميا من قبل روس كثيرا خلال السنوات الأخيرة. وقد ترددت كثيرا توقعات عن احتمال إعداد الروس له ليكون ربما بديل عن المجرم بشار الأسد، إما في المشاركة في حكم سوريا مستقبلا في حال حدوث الانتقال السياسي في سوريا، أو لإبقائه على الأقل مسيطرا على الجيش والقوات المسلحة وممثلا للطائفة النصيرية، ولمصالح الروس ايضا كونهم هم الذين يحركونه وهم الذين يسيطرون عليه. طيب، الحديث عن مصالح الروس استاذ باسل، دعني انتقل للزميل كاظم الطوقان. كاظم، يعني فساد النظام ينخر في نقي عظمه، يعني حتى اليوم نتحدث عن ضباط برتب رفيعه بيشتغلوا شغل مافيات، يعني تهريب وتشبيح ومخدرات وما الى ذلك. لم يتم الحديث عن موضوع سهيل الحسن والتهريب سابقا، لماذا اليوم؟
بادئ ذي بدء، نحن عندما نتكلم عن قوات نظام بشار الأسد نتكلم عن ميليشيا محلية شأنها شأن أي ميليشيا أخرى تتبع إما لروسيا أو لإيران. عندما يكون نظام الأسد هو بالأساس نظام استبدادي، والاستبداد والفساد صنوان لا ينفصلان عن بعضهما البعض. برأيي اللافت ليس جديدا أن يظهر ضابط في قوات النظام بقضايا فساد، فهذا شيء طبيعي، لكن اللافت في توقيت تسريب هذا الخبر. لا شك أن النظام بعدما رأى وسارت الركبان بصورة إذلاله في قاعدة حميميم صورة بشار الأسد، النظام تعمد نشر هذه الأخبار بهذا التوقيت بالذات لضرب صورة الحسن الذي نفخ النظام في صورته خلال السنوات الماضية من المقتلة السورية. الحسن هو اليوم رجل روسيا الأول، وقيل أنه يتم إعداده لمرحلة مقبلة إن تم التوافق على شكل المرحلة القادمة في سوريا. هذا خيار وارد، لذلك نجد بأن تصفية النظام وتهميش لرموزه ويده الضاربة في سوريا لم يبدأ منذ اليوم. رأينا كيف أنه صفى عصام زهر الدين وغيره من القادة العسكريين إن بانتحار بثلاث طلقات كما يقول تماما انتحار، أو بلغم أرضي والألغام كثيرة. لذلك ما حدث في موضوع هذا المدعو سهيل الحسن ليس بالأمر الطارئ، ورأينا قبل فترة كيف حدث اشتباكات في قلب القرداحة بين عائلة خيربك وبين عائلة الأسد. لذلك القمقم الذي أو المارد الذي خرج من القمقم طوال السنوات الماضية يصعب على النظام الآن إعادته إلى البوصلة التي صمم من أجلها وهي قتل الشعب السوري. لذلك النظام يستطيع أن يضحي بأقاربه، وهنا نذكر المدعو أيمن جابر وهو صهر عائلة الأسد، وجعفر شاليش الذين تعرضوا لحملة ملاحقة من قبل ضباط الأسد في قلب الساحل السوري، وهؤلاء لهم صلات وثيقة بعائلة الأسد. لذلك فالنظام لا يوجد عنده استثناء، مستعد أن يضحي بالجميع من أجل أن يبقى هو كما ضحى سابقا بآصف شوكت. نعم أستاذ باسل، يعني يرى التقرير أنه الهدف هو تشويه صورة الحسن، هل فعلا كانت صورة الحسن سابقا وردية يعني واليوم يتم تشويه هذه الصورة، أم ماذا يقصد بتشويه صورته؟ هل المقصود الحاضنة الشعبية لسهيل الحسن؟ الحقيقة لا يمكن إنكار أنه قد بدأ يحوز على بعض الشعبية في بين أوساط مؤيدي الأسد وبين أوساط نصيريين أو الطائفة الحاكمة أو أقارب العائلة الحاكمة، كون اسمه ارتبط او تم ربطه من قبل الروس ومن قبل الاعلام ببعض ما يسميه الاسد انتصارات او تدمير المدن او قتل البشر. وانا اشير هنا الى نقطه هامه، ان البعض راى الامر سخيفا، هل ممكن الروس ان يرشحوا انسان احمق او صاحب نظريه العالم والى اخره، هل يمكن ان يرشحوا شخص مثل هذا لخلافه بشار؟ انا اريد ان اقول لهم فليعودوا يعني وليقراوا التاريخ، هذه ليست المره الاولى التي تتبع فيها الروس هذه الطريقة، وقبلهم كان الاتحاد السوفيتي. لطالما اعتمد الروس في عدة دول ذات الطريقة بإعداد شخصيات غبية حمقاء مثل ما يسمى بالإنجليزي شومان، رجل استعراضي دون استعراضية تكون بحماقتها تحت سلطتهم ونفوذهم الكامل، وعلى أن لا تملك تلك الشخصيات أي فكر حقيقي خاص بها حتى لا تفكر أبدا في المستقبل بالتمرد أو الخروج على سلطة وأوامر روسيا. ومن الأمس المعروفة عالميا على ذلك قاديروف الذي وضعوا الروس رئيسا للشيشان وهو رجل استعراضي يشبه سهيل الحسن عندنا. ومن الامثله المعروفه في ضمن سوريا، الامثله السوريه المعروفه مصطفى طلاس الذي ابقاه والذي كان يفضلونه الاتحاد السوفيتي الروس كثيرا وابقوه وحافظوا عليه وكانوا يحبونه وحافظوا عليه لطيله عشرات السنوات في مركزه وفي مكانه، لانه شخصيه كانت تافهه حمقاء منحله اخلاقيا، ولا يمكن لشخص بتلك المواصفات الخروج عن طاعه روسيا طالما أنه يتم تزويده برغباته التافهة وبنزواته الشخصية. نعم طيب أستاذ باسل، يعني لا يخفى على أحد اليوم الدور الروسي بإظهار سهيل الحسن، ولا يخفى على أحد أيضا عدم رضا بشار الأسد عن ظهور سهيل الحسن. لم نرى أي صورة لسهيل الحسن مع بشار الأسد، لم نرى أي صورة لسهيل الحسن مع ماهر الأسد أو مع أي من الضباط الذين يمتلكون رتب. هل يسعى الأسد اليوم لتصفية هذه الشخصية يبقى هو وحده في السلطة، أم أنه لن يستطيع التجرؤ على أسياده الروس؟ تماما كما تفضلت وأحسنت بطرح هذه النقطة، هذا هو تسلسل الأفكار الذي كنت سأتبعه في النقاش. بالنسبة لنظام المجرم الأسد فهو لم يعد، جميعنا نعلم، لم يعد منذ زمن طويل يملك أي شيء من أمره، وذلك لا يخفى على أحد. ولذلك أنا أظن أن من المؤكد أن بشار وعائلته وبعض المحيطين به مغتاظين وغاضبين كثيرا من تجاوز سهيل الحسن
تعامله مع حكمهم وسيطرتهم على ما تبقى من سوريا المدمرة، ولكن كونه تحت الحماية الروسية فهم لم يستطيعوا حتى الآن سوى محاولة ضرب شعبيته قليلا بين الطائفة الصهيونية عن طريق بعض الإجراءات التي تمس أمواله أو مصالحه الشخصية أو أتباعه والعاملين معه، كالإجراء الذي اتخذوه اليوم ونتحدث عنه موضوع البانات، وقبله في عام 2018 تم اقتحام شقة عائدة لهذا المدعو سهيل حسن في المسجد 86، وتم مصادرة حسب المعلومات أطنان من الآثار المهربة والمسروقة. أنا أميل في الرأي وبخبرتي وتجاربي زمن وسنين طويلة مع هذا النظام، أعلم تماما كما قال ضيفك في الاستوديو، هذا النظام لا يتوانى عن قتل أنا أظن حتى أولاده أو بيع زوجته كما يقول العوام في سبيل بقائه في الحكم والسلطة. ولو استطاع أو في المستقبل لو استطاع في أي وقت إزالة سهيل حسن أو أي شخص آخر في طريقه فسيفعل ذلك ودون تردد ودون الانتظار أي لحظة. نعم. طيب كاظم، يعني اليوم بشار الأسد وأنظمته ونظامه وأفرعه الأمنية تدعي مكافحة الفساد، وفي سياق مكافحة الفساد تأتي دوريات أمن الدولة لمنع التهريب. هل ترى أن هذه الدوريات من الممكن أن تطال مافيات أخرى متواجدة في مدينة اللاذقية وهي معروفة لأهالي مدينة اللاذقية ومعروفة للسوريين في الخارج أيضا؟ تمام. هذه الدوريات التي أوقفت سيارات سهيل الحسن نفسها تتغاضى وما تزال عن سيارات أخرى تقوم بالهدف ذاته وهو التهريب. هناك عائلات ما تزال تقوم بأنشطتها في الساحل كعائلة آل الأسد وشاليش ومخلوف وشعبه، لكن لكي نوضح صورة الحالة الآن في قلب مناطق النظام دعونا نعود ولو قليلا إلى الوراء في أحداث الثمانينات عندما أطلق النظام العنان لميليشياته الطائفية. بعد أن واجه نظام تلك الأحداث قام المقبور باسل بقمع تلك الاحتجاجات. ذلك القمع لم يولد آنذاك حالة من الغضب الشعبي في أوساط طائفة النظام. لماذا؟ لأن الموالون آنذاك حصلوا على امتيازات، ونحن نتكلم هنا عن العلويين، حصلوا على امتيازات في التركيبة السورية وفي دولة تفوق حجمهم في التركيبة السورية. اليوم العلويون وبعد أن أصبحوا إحصاءات دموية لحرب النظام على الشعب السوري جعلوا يشعرون بأنهم لم يحصلوا على نصيبهم ويحصلون على امتيازات توازي حجم التضحيات التي بذلوا من أجلها أو دفعوا من خلالها عن نظام بشار الأسد. لذلك هذا الخذلان بدأ يظهر الآن على شكل تمرد مسلح، بدأ يظهر على حالة انقسام بين هذه العائلة وتلك، بدأ يظهر على شكل كما ظهرنا قبل فترة ولكن تماماً. اليوم يطفو على السطح. لماذا؟ لأنه اليوم هناك متغيرات أكثر، وجود الحليف الروسي والإيراني، انقسام، هناك من يريد الولاء لإيران بداعي الانتماء المذهبي وآخر لروسيا بحكم أنها أقوى وربما إيران تخرج من الساحة السورية. لذلك شاهدنا أن هذه الدوريات قامت بالسطو فقط على سيارات سهيل الحسن وتغاضت عن أملاك باقي ما يسميها الموالون أنفسهم بالحيتان في تلك المنطقة. لذلك ما يحدث الآن دليل على أن حالة العصبية العلوية التي رهن النظام عليها طوال السنوات الماضية قابلة للتفجير في الأيام القادمة، وربما تتطور إلى اشتباكات أقوى من تلك التي شهدتها القرداحة قبل أيام على يد بشار طلال الأسد. بالحديث عن هذه الاشتباكات دعني أنتقل للأستاذ باسل. أستاذ باسل، يعني اليوم دوريات أمن الدولة مسلحة ودوريات سهيل الحسن أيضا مسلحة وهي تحاول التضييق على هذه الفانات الموجودة في اللاذقية، يعني هل تعتقد أنه سهيل الحسن من الممكن أن يصمت أمام هذه المطاردات، وهل تعتقد أنه يصل النزاع بينهم يعني كنزاع مافيوي إلى الاشتباكات داخل مدينة اللاذقية، وخصوصا أنه كنا قد شهدنا ذلك من قبل؟ في الحقيقة لا شيء يكون كل شيء وارد، ولكن أنا أظن أن سهيل حسن وجميع الطائفة الصهيونية وحتى جميع أغلب السوريين يعلم أن هناك تسلسل هرمي للسلطة العائلية المافيوية التي ذكرتها لك، هناك حكم العائلة ومن يحيط بها وأقاربهم وأولاد عمهم، وهذا التسلسل هو محترم ضمن الطائفة الصهيونية منذ 50 عاما، ولا وكما جرى الآن ورأينا تم إخفاء بنات سهيل حسن من الصورة مؤقتا لتجنب الصدام مع آل الأسد، رغم أنه قبله بفترة قليلة عندما حاولت نفس قوات أمن الدولة والمخابرات مصادرة بعض الأملاك لشخص من آل الأسد حدث اشتباكات عنيفة وقام بقصف بعض المناطق في اللاذقية وقام بالاعتصام داخل القرداحة. هناك تسلسل هرمي معين، حتى الآن سهيل حسن لا يزال يتجنب الصدام بالعائلة الحاكمة عائلة آل الأسد، لأن هذا الصدام ستكون ثمنه باهظ ضمن الطائفة وقد يؤدي إلى صراع
أضخم من ذلك وأكبر على مستوى أكبر ضمن نطاق الطائفة النصرية، ولكن شيء وارد وكل شيء وارد، جميع احتمالات مفتوحة في المستقبل. وكما تحدثنا سابقا في برنامجكم وفي برامج أخرى، النظام ينهار شيئا فشيئا، هناك دائما نحو الأسوأ، يتجه نحو الأسوأ، فلا شيء مستبعد نهائيا. نعم. طب أستاذ باسل، يعني للاطلاع على كل السيناريوهات المطروحة، هناك من يرى أن هناك فعلا يعني بشكل شبه حقيقي محاربة للفساد بدأت من سهيل الحسن، هل تتفق مع هذه النظرية؟ وإن لا تتفق فلماذا؟ أخت أحلام، هذا شيء يعني لست فقط لا أتفق معه، هذا شيء مستحيل، فقط الشيء لا يعطيه. هذا النظام بني، أسس أساساته على الفساد وعلى الرشوة وعلى الظلم وعلى الإجرام. تحدثنا سابقا أنهم زرعوا الفساد وصنعوا عصابات وغيلان. من المستحيل كل ما جرى في الفترة الماضية من محاولات لمكافحة الفساد وإلى آخره جرت بأوامر روسية على أمل إعادة هيكلة وتنظيم هذه ما تبقى من هذه العصابة المتهلهلة التي تسمى الدولة الأسدية، أو ما تبقى من عصابات ما يسمى الجيش، وهي بأوامر روسية فقط. ولولا الأوامر الروسية من المستحيل، وأنا أعلم من خلال وجميع من خدم في الأمن أو الجيش في سوريا، هم أساس الفساد، العائلة الحاكمة آل الأسد هم أكبر مهربين وهم أكبر مجرمين عبر الزمان. ولذلك كما قلت لك، فاقد الشيء لا يعطيه، من المستحيل أن يقوم أمثال سهيل حسن المجرمين بمكافحة الفساد، لأنهم هم الفساد بحد ذاته. نعم. طب بالحديث عن هذا الفساد كاظم، يعني كيف سيصمد اليوم نظام بشار الأسد في ظل الفساد المستشري ليس فقط من قبل رجال الأعمال الموالين له والذين يمتلكون ولاءات خارجية، وليس فقط أيضا التجار ولا حتى موظفين الدولة، بل حتى من يعني الفساد المستشري داخل أعلى رتب ضباطه؟ هذا النظام قائم وما يزال على الفساد. رأينا قبل مرة واقعة وزير الداخلية حين ضبط مواطن يرتشي بخمسين ليرة سورية، والوزير نفسه متهم بقضايا فساد. لذلك هذا النظام القائم على الفساد والذي أتى على الفساد ويستثمر في الفساد اليوم استغل الساحة السورية من أجل شرعنة الفساد ونسب كل وقائع أو الطامة في سوريا لما يسميها المؤامرة. فبالتالي هذا النظام هو أكبر مستفيد من هذه الأزمة، وهو من يديرها من أجل استغلال جيوب المواطنين السوريين. هذه الأزمة أزمة الفساد مستمرة مرشحة للزيادة، لأن النظام الآن يعجز عن تأمين جرة الغاز للمواطنين بينما يقوم بقتل الشعب السوري. لذلك هذا النظام كل ما يحدث الآن ينافي شعاراته بأنه سوف يقوم بإعادة الأمور إلى ما قبل عام 2011، لأنه لا يفهم إلا شيء واحد، وهو الاستبداد والقتل وإذلال السوريين. أستاذ باسل، إن كانت هذه يعني العملية بين قوسين يعني التي يقوم بها نظام بشار الأسد وأفرعه الأمنية ضد سهيل الحسن، والتي تأتي بمسمى مكافحة الفساد، هي رد على الأزمات المتلاحقة التي يواجهها نظام الأسد في مناطق سيطرته، هل تعتقد أن هذا النوع من الألاعيب أو الخدع تنطلي حتى على مواليه في تلك المناطق؟ ولا نتحدث يعني عن الجميع، ولكن عن الموالين تحديدا في مدينة اللاذقية، هل يصدقوا ما يروا؟ والله أنا لا أظن فقط، بل متأكد وأرى ويستطيع كل السوريين أن يدخلوا إلى صفحات المؤيدين وأنصار الأسد والشبيحة وحتى الحرس الجمهوري والمجرمين. التململ أصبح واضحا، ومن كان يكابر ويكذب على نفسه وغيره ويدعي أن هذا نظام وأن ما نتحدث به نحن في أورينتا وغيره هو كذب وأن النظام لا يزال قائم، وكل هذا يمكنك لأي شخص أن يدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى صفحاتهم وحساباتهم ويرى التململ والغضب الواضح، لم يعد شيء خافي، كل شيء أصبح مكشوف. هناك فساد، هناك فوضى سلاح، هناك خطف، هناك قتل، هناك مخدرات، لم يعد يعلم الإنسان عن ماذا يتحدث في بالأشياء السيئة التي هي الآن في داخل سوريا. وليرحم الله الأشخاص الذين لا علاقة لهم بأنصار النظام والذين اضطروا للبقاء في داخل سوريا، هؤلاء هم الضحايا الحقيقيين الآن الذين يعانون من نتائج أعمال هؤلاء الشبيحة والمجرمين وأتباع النظام. وأنا لا أظن أن هذه الحملات التي قام بها النظام قام بها من بالنسبة لموضوع سهيل الحسن تحديدا الذي يتحدث عنه، هو قام بها كما تحدثتم أنتم تماما من أجل ربما زعزعة شعبيته قليلا، ربما تشويه صورة هذا الشخص وعدم استمرار تضخيمه،
لا أظن أن الدافع كان الفساد، وإلا لكان أوقف جميع المهربين وليس فقط المدعو سهيل الحسن. نعم، هل ما يجري مع سهيل الحسن كاظم هو جزء من حالة الفلتان الأمني والفوضى التي تعيشها مناطق سيطرة النظام، أم هي حالة محددة ومخصصة بسهيل الحسن وذلك لولائه وانتمائه لروسيا ولتعزيز روسيا لدوره في سوريا؟ هي لا شك أنها حالة محددة لسهيل الحسن، وأيضا ضمن سياسة الإلهاء التي يتعمدها النظام من أجل صرف أنظار الموالين عن الأزمات المتلاحقة والمتراكمة في مناطق سيطرته، كما أسلفنا قبل قليل يلفت أنظار المواطنين، وهذا دأب عليه الأسد الأب حين قام بإعطاء الضوء لبعض فنانيه وأمثال دولة لحام، لا داعي للإسهاب في هذه النقطة. فهذا نوع من الإلهاء، ولكن النظام أيضا يقوم من خلال هذه العملية بضرب صفرين بحجر واحد بالهدف بالآن ذاته تحجيم صورة سهيل الحسن. نلاحظ أن سهيل الحسن هو ليس كأي ضابط آخر، يحظى حتى بحماية ورعاية روسية. لذلك فإن توقيت دلالة هذا الموضوع ينبع من رغبة النظام في تحجيم سهيل الحسن، هذا القائد الذي كان يظهر بصورة طوباوية وإنسان يلقي النظريات ومع البسطاء. لذلك تعمد هذا التوقيت بنشر الأخبار كان للنظام أن يقوم بقصقصته بشكل خفي، لكن تعمد إظهار النظام ونشر هذه الأخبار أنا برأيي أنه لم يأتي بوارد الصدفة، بل أمر مدبر له من أجل تقزيم هذه الشخصية التي تم تضخيمها خلال السنوات الماضية. أستاذ باسل، يعني أخيرا، هل استطاع الحسن بولائه لروسيا وعلاقته مع روسيا وإقامته في قاعدة حميميم، هل استطاع الحفاظ على حاضنته الشعبية داخل القرى العلوية مع من قاتلوا داخل ميليشياته، واليوم هو يعني يقبع في أسوار عالية ويحمى من قبل الروس؟ حتى الآن لا يزال لديه بعض الأنصار وبعض الشعبية ضمن ربما تتناقص بعد هذه الأعمال التي يقوم بها النظام، ولكن أنا أظن حتى الآن لا يزال البعض يظننه البطل المنتظر ومنقذ هذه الطائفة، وخاصة أنه لا يتوانى في كل لقاء وفي كل حديث خاص أو عام بإعلان ولائه لشخص المجرم معتوه بشار أسد أو لآل الأسد، ويعلن أنه ليس كما نقول أو كما يعلم الجميع تابع لروسيا، بل هو ما يزال تابع لهذا النظام متهالك. اليوم سألنا على صفحة أورينت، سألنا متابعينا برأيكم هل تعتبر إمبراطورية التهريب التي كان يديرها سهيل الحسن هي جزء من فساد النظام أم هي حالة فردية تم قمعها؟ الإجابات كانت ترى أنه 95% إمبراطورية تهريب الحسن هي جزء من فساد النظام، بينما 5% فقط ترى بأنه هي حالة فردية. أستاذ باسل، تعليق على أجوبة السؤال. ممتاز، أنا أحيي الذين صوتوا، وهذا يدل كما تحدث سابقا على تشكل وعي عند أفراد الشعب السوري عما يحدث، عن عن عن, عن أساليب النظام، عن مدى انحطاط هذا النظام. هناك وعي جيد جدا أصبح في حتى الأجيال التي خرجت أثناء الثورة وكانت صغيرة في السن والآن أصبحت في عمر شاب، الجميع أصبح يدرك ماذا فعل النظام بهذا البلد، ما هو الظلم الذي وقع على هذا الشعب السوري خلال سنوات طويلة. أنا هذا التصويت 100% وأنا أميل إلى هذا الرأي تماما. نعم، أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والخبير الأمني من برلين الأستاذ باسل صنيب، أشكر أيضا لكاظم ألتقان الصحفي كنت معي هنا من داخل الاستوديو، شكرا لمشاركتك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.